السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير على خير. اليوم جبت لكم وصفه ديال الفقاش، كتجي غزاله بزاف وبنينه ومقرمش. كنتمنى تتبعوا معايا من الاول حتى الاخر. ندوزو للمقادير والطريقه. نبداو ان شاء الله. عندي هنايا كاس ديال اللوز مرطب في الزهر انتما كتشوفوا، عندي هنايا جوج معالق ديال حبه حلاوه النافع كبار، عندي قرصه ديال الملح، عندي هنا 3 المعالق ديال الزنجلان، كاس ديال سنيدة، كاس ديال الزيت، عندي 4 ديال البيضات، عندي هنايا واحد ساشي الفاني، جوج خمارات من فئة 17 غرام، عندي هنايا 800 غرام ديال الطحين. نبداو ان شاء الله نخلطو. بالنسبة للبيض انا راني غاسله، كنزيد واحد القبيصة ديال الملح، هادي ضروري الملحة، كنزيد الزيت. خباك انا ماما هاد الفقاس هو اللي ما كيصدقش ليا، ما عمرني زعمتها كندير حتى بالعكس، هو سهل صراحه. كنزيد داكشي كندير بزاف ديال الحوايج من عندك، مثلا هكا من الحلويات او من الملاحات، من الفقاس عمرني زعمت عليه صراحه. لا غير زعمي عليه والله، حتى ساهل اسهل حاجه، انا ما كنتش كنبغي نديرها ياك، ما كنتش كنبغي نديرها، ولكن سبحان الله العظيم غير كتوكلي على الله سبحانه وتعالى راه كتصدق لك الحاجه باذن الله ان شاء الله. هاد الخطره نحط شي فقاس من طريقتك غير زعما، و حتى البنات الا كانوا كيشاهدوني زعموا حتى هما ما غاديش ما تردوش، كيجي غزال. هو هاد الطريقه هادي كتجي زوينه من ضمن هادوك الطرق اللي كتضيفي حتى هما ساهله صراحه. شحال من وحده درتها، واحد كنت درت انا ديجا واحد الفقاس بريستيج كيجي غزال. كنزيد النافع، كنضيف الزنجلان. دابا كنوريكم ان شاء الله ديري معاهم الفقاس ديال الفروي حتى هو كيجي غزال، كيجي غزال ديال الفقاس ديال بيريسيما اللي كيجي فيه الخير. الله عندي كيعجبو داك الفقاس ديال الفروي بزاف، بحق يدار بزبده ديال العبار. كنضيف اللوز هكا كما انا مرطبتو في الزهر، الزهر كما قلت لكم باش كيعطي ديك النكهه زوينه. غادي نضيف واحد شويه ديال الزهر، انا نسيت ما قلتهاش لكم، ولكن دابا غنضيف واحد الفاني. ولا عندكم ما عندكمش مثلا فاني ما توحلوش، ديروا غير شويه الزهر، ما عندكمش الزهر ديروا غير الفاني. كنضيف الزهر صافي، كنخلطوه. نتوما شفتوا كيفاش حتى ما كتبقى تجيك سنيده تاع الطحينه. غادي نضيف دابا الطحين شويه بشويه، كما قلت لكم 800 غرام. دابا غنضيف الخميره. البنات انا عطيتكم العبار 800 غرام، ولكن كنبقى على حسب الحجم ديال البيض، كاين البيض اللي كيكون صغير، كاين البيض اللي كيكون متوسط، كاين اللي كيكون كبير، فهمتوا هادشي علاش الواحد ما خصوش يلوح الطحين كامل. شحال من وحده انا كتقولي عافاك عطينا المقادير بالضبط، راه كنعطيهم ولكن كيقول كل حنا خصنا ضروري تعطينا التدقيق. هانتوما البنات كيما قلت لكم هاهو هدا، وشوفو شحال ديال الطحين بقى ليا، شفتو بحال قولي بحال هادي شي تقريبا شي 750 حتى 720 هكا لي هزات ليا. صافي دابا ان شاء الله غنشكلوه. صافي البنات دابا انا شكلتو، غادي نقسم غادي يجوني داك لي بودان اللي انا بغيت، القياس اللي بغيت. انتما شفتو جاوني 6، بلاص انا درت غير صفر بيضه ونسكافي، ولا عندكم حتى الكاكاو في الدار ديروه، ما عندكمش مثلا نسكافي. صافي غادي نبقى ندهن هادو هكا، وغادي ديرو في الفران بارد.
ودابا غادي ندير الخطوط بحال هكا، كيبانو زوينين بحال هكا. نتوما الا بغيتو عندكم شي شكل اخر يمكن لكم ديروه. نتوما شوف كيفاش كيجي، كيجي بحال شكل سبوله، وانتم لكم الاختيار. ما تنساوش ديروا في عافيه مهيله وحطوه في الفران بارد، عاد تشعلوا عليه الفران. هذا هو السر ديال هذا هو السر ديال الفقاس. وبالنسبه لهكا اللي عندها مثلا المجهد ولا هكا خاف تخلي تخلي واحد شويه من فص الفران باش ما يطبقش ليها الفقاس، وصافي راه ما كيبات ما والو. البنات ما ديروا لا فوطه لا والو، راه كيبقى صراحه تخليه غير يبرد شويه وتقطعيه مباشره. صافي غندخلو ان شاء الله نرجع لكم. البنات انتما شفتو راه طاب، انتما راه ما غطيتو حتى شي حاجه، كيجي غزال. دابا غنقطعو ان شاء الله لكم. انتما شفتو راه ما غطيتو ما بات ما حتى حاجه، خليتو غير تبرد مزيان. هانتوما تشوفو كيتهرس ما حتى حاجه. صافي البنات هانتوما بعد ما كملتهم انا غادي درت لاطه الاخرى طيب، تقريبا خرج ليا جوج لاطات ونص. هانتوما تشوفو دابا غادي نطيبهم ان شاء الله ونرجع معكم في الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا، هانتوما تشوفو كيفاش كيجي غزال وموحد في اللون، وكيجي مقرمش غزال بنين بزاف. كنتمنى تجربوه، وإلا عجبكم الفيديو ما تخلوش عليا بلي لايك، ولأول مرة يشوف القناة ما ينساش يضغط الزر على الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد ديالي، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.